يقول: لقد أعطاني أحد من أصدقائي زكاة مال وقال لي وزعها للفقراء، فأخذت هذا المال لأن علي ديون لم أسددها، علما بأني محتاج إلى المال لتسديد الديون، هل ذلك جائز؟ يا أخي أنت وكيل، والوكيل أمين، ولا يجوز له يتصرف إلا حسب ما يقول له الموكل، وصاحبها أمرك أن توزعها فلا تأخذ لنفسك منها شيئا إلا بإذنه، لا تأخذ منها شيئا إلا بإذنه. وتسديد الديون إن كنت معسرا فلا بأس أن تأخذ من الزكاة وتسددها، لكن بإذن صاحب الزكاة. أما إن كنت موسرا فلا يجوز لك أخذ الزكاة لا للديون ولا لغيرها.